أحبة، وصلنا الآن إلى الدرس رقم 70، كلمة مهمة جدا، كلمة باد. سوف نتعلم استخدامها ومرادفاتها في دقيقتين فقط. هدفنا حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، 20 كلمة جديدة تقريبا. حتى نحقق هذا الهدف الآن خلال هذه الدقيقتين، يجب أن تركز معي جيدا الآن. ركز معي. Get ready، اجهز. Get ready، اجهز. Write all the phrases. So you need a notebook and a pencil. تحتاج إلى كراس وقلم. Just 2 minutes. And repeat after me 5 times loudly. كرر خلفي العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس القادمة. أما دروس سابقة موجودة أسفل هذا الفيديو. كلمة bed تأتي بمعنى سرير. Bed سرير. أو قاع، قاع. باد، قاع. نبض أو شاطرة أو هزمة. باد. خلينا نتعلم الأمثلة وكيف نستخدمها. He sat up in the bed. He sat up in the bed. جلس في السرير. He sat up in the bed and looked around. And looked around. جلس في السرير ونظر حوله. He sat up in the bed and looked around. He sat up in the bed and looked around. جلس في السرير ونظر حوله. المثال الثاني على كلمة bed. We went to bed. We went to bed. ذهبنا إلى السرير أو ذهبنا إلى النوم تأتي أيضا بهذا المعنى. We went to bed and slept until morning. ونمنا حتى الصباح، ورقدنا حتى الصباح. We went to bed. ذهبنا إلى النوم. And slept until morning. We went to bed and slept until morning. ممتاز. كرر الآن بصوت مرتفع 5 مرات حتى تتقنها. مرادفات كلمة bed: bottom، قاع، bottom. Pulse، نبض. Share out، شاطرة أو تقاسم أو قسم. And defeat، يهزم أو هزم. Bed، defeat، defeat. هذه أهم مرادفات هذه الكلمة، كلمة bed. الآن حاول أن تكتب جملة مستخدما فيها كلمة bed. اكتب جملة، كون جملة استخدم فيها كلمة bed. ضع هذه الجملة أسفل هذا الفيديو في التعليق حتى يستفاد منها الآخرين أيضا. شكرا لكم على المتابعة. انتظرنا في الدرس 71، راح تكون عندنا كلمة مهمة جدا، كلمة بي. كلمة بي هاي الكلمة مهمة جدا، راح نتعلمها ونكتشف جميع أسرارها في الدرس القادم. شكرا لكم واستمروا بالمثابرة. إلى اللقاء.